وحتى في اليوم العالمي لحرية الصحافة لم تتوقف الاعتداءات وهذا آخرها. هذا انت سمعت ان ما لازم ينجم يراجعوا من وقت دخلت فرنسا وعلاش لا فهمتي ولا. وثانيا في ما خص الحكومه اللي انا كنت فيها يعني ما سمينا حتى واحد من غير الاداره. واذا كان تسال السيد اللي قال ولا انت جيب لي هذا واحد اشوفك الاخرى ربما اللي انجح الانتخابات. نعم تمشي مش مناظره سمحني مناظره يعني ماهيش معنا سمحني تدخل سمحني عايش ولدي عايش ولدي انت صحافي الله يرزيه بالصحافة إذا كان كيف كنت والله معناتها هامش الحرية الذي